هل ستقود الشرطة التركية نائبا من البرلمان إلى السجن؟ أعلن النائب البرلماني من صفوف حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عمر فاروق جرجر لأغلو أنه سيقاوم الشرطة تحت سقف البرلمان إذا ما جاءت لاعتقاله على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب، التهمة التقليدية التي يستغلها نظام أردوغان لإسكات غير المرغوب فيهم. من المقرر أن تتجه السلطات التركية اليوم الأربعاء إلى تجريد عمر فاروق جرجر لأغلو من منصبه كعضو في البرلمان. محكمة النقد التركية أقرت الشهر الماضي حكما بالسجن لمدة 2 و6 أشهر على الناشط الحقوقي والطبيب بتهمة الدعاية الإرهابية، الخطوة التي تمهد الطريق فعليا لتجريد النائب من مقعده في البرلمان. وقالت المحكمة في تبرير حكمها إن المشتبه به جرجر لأغلو قد شارك رابطا لمقال إخباري تضمن بيانا أصدرته منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية المسلحة، ما يعني أنه رحب بالبيان وعمل على زيادة التعاطف مع المنظمة الإرهابية وحشد الدعم اللازم لها. اعترض جرجر لأغلو على قرار محكمة النقض بالاستئناف أمام المحكمة الدستورية، لكن محكمة النقض أرسلت قرارها إلى البرلمان قبل انتظار قرار المحكمة الدستورية. وعلق النائب جرجر لأغلو على سرعة المحكمة لتنفيذ القرار بحقه قائلا: حتى لو كنت ارتكبت جريمة كان يجب انتظار قرار المحكمة الدستورية. وقد عاد النائب عن حزب الشعب الجمهوري أنيس بربروغلو إلى البرلمان رغم حكم السجن المؤبد الصادر بحقه، وهو حر الآن، وهذا يعني أن المحكمة الدستورية يمكن أن تغير نتائج قرارات القضاء. فلماذا هذا القرار بهذه السرعة يا ترى؟ لأن هذا قرار سياسي لا قانوني. وأكد النائب العضو في لجنة حقوق الإنسان البرلمانية يوم الثلاثاء أنه يعتزم أن يكون حاضرا في البرلمان عندما يتم تجريده من منصبه تمهيدا لإرساله إلى السجن، وأنه سيقاوم ما أسماه انقلابا حتى النهاية. وقال النائب جرجر لأغلو في تغريدة: الانقلابات لا تكون دائما بالأسلحة والدبابات والطائرات، فمحاولة طرد نائب حصل على أصوات 90,000 شخص هي انقلاب على البرلمان، وسأقاوم هذا الانقلاب ولن أغادر البرلمان، على حد تعبيره. جرجر لأغلو الذي يؤكد المحللون أن السلطة الحاكمة تريد إسكاته للأبد لمنعه من الدفاع عن حقوق المعتقلين والمفصولين بقرارات حالة الطوارئ الرئاسية، قال يوم الاثنين: إن من يتطلعون لاعتقالي سيتعين عليهم القيام بذلك تحت قبة البرلمان. وأوضح جرجر لأغلو: بسبب إعادة نشر تغريدة تسلب حريتي في التعبير وحقي في الانخراط في السياسة وترفع عني الحصانة البرلمانية، هذا رسميا انتهاك للإرادة الوطنية. إرادة الأمة تتعرض للانتهاك والبرلمان يشهد الانقلاب عليه. يذكر أن جرجر لأغلو سبق أن شغل منصب رئيس منظمة مظلوندر لحقوق الإنسان التي دافع من خلالها في تسعينات القرن المنصرم وبدايات الألفية الثالثة عن حقوق الأكراد والأتراك على حد سواء، وكذلك عمل صحفيا في العديد من المؤسسات الإعلامية مع الحفاظ على ممارسته الطبية، ومن ثم دخل عالم السياسة بعد فصله من عمله بقرارات حالة الطوارئ التي يصدرها الرئيس رجب طيب أردوغان. كما أن جرجر لأغلو خطف الأضواء بدفاعه عن حقوق الطالبات المحجبات اللائي منعهن منفذو انقلاب 1997 من الدراسة بسبب حجابهن، كذلك بدفاعه في الوقت الراهن عن حقوق النساء اللائي يتعرضن للتفتيش العاري في السجون ومراكز الأمن، مما أشعل فتيل الأزمة ودفع نظام أردوغان إلى انتزاع العضوية البرلمانية منه.